يا صاحبي يا خلا الحكومة تشكلت وصغب ايانا واخدت السقة وامتى تبلش شغل؟ يعني هلأ ليك بعد ما عملت كل هول هلأ بدها تنكب على الملفات. أي ملفات؟ كل الملفات الشائكة بدها تنكب عليهم. بتبلش تقلع الشوك يعني؟ ايه طبعا بدها تشيل شوك الملفات كلها. طب وليك بتلحق بالشهرين يعني؟ يعني اذا بتزبط حالها بيمشي الحال. يعني مثلا هلأ في هذا الاستحقاق اللي جاي بيمشي الحال بتمشي بهذا الملف الشائك؟ لا حبيبي الاستحقاق هيدا يعني بده توافق. طب ليك والملف الامني يعني هذا هلكنا كلنا سوا هذا كثير شائك هذا. هلأ فيها تحله بس بشرط واحد. شو؟ بده توافق. طب والانهيار الاقتصادي والسياحي والزراعي بهذا التوكل شو هذا شو؟ كمان فيها تحله بس بشرط يعني. شو؟ يكون في توافق. طب لك في اسالك سؤال؟ اسال شو في؟ طب تيصير هذا التوافق شو بده؟ بده توافق.